نيجي على الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. إيه علاقة القلب بالطمأنينة؟ هل القلب له خلايا عصبية؟ هل القلب يفكر ويشعر ليطمئن؟ لكي يطمئن قلبي، إن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إيه حكاية القلب؟ هل له وظيفة غير وظيفة الضخ؟ إحنا كل اللي نعرفه إن هو مضخة بتغذي الجسم كله بالأكسجين، وكم تريليون خلية في جسم الإنسان؟ في بعض العلماء بيقولوا 30، وفي ناس بيقولوا لغاية 100 تريليون خلية، 100,000 مليار خلية تعمل على مدار الساعة، القلب مسؤول عن تغذيتها. يا سبحان الله. مهمة ثقيلة وشاقة جدا اللي هو المضخة الصغيرة دي. فهل له وظيفة عصبية؟ الحقيقة العلماء لما شرحوا القلب لقوا إن فيه خلايا عصبية كتيرة جدا. يعني إيه تفسير الخلايا العصبية دي؟ ده هو كان عشان يعمل ترابط مع المخ. عايز بقى ضفيرة عصبية زي أي عضو، زي الإيد زي الرجل. إيه الكمية الخلايا اللي في بعض العلماء قدروها ب 40,000 خلية عصبية؟ قالوا عليها المخ الطرفي. ده مخ طرفي. الحقيقة كنت لسه بتكلم مع أولادي امبارح، بنتكلم على الجهاز الهضمي، فبقول لهم ده برضه الجهاز الهضمي ده المخ الثالث. قالوا لي هو في مخين؟ قلت لهم في مخين. في المخ الأولاني اللي هو موجود في الجمجمة، في المخ الثاني اللي موجود في القلب، المخ الثالث موجود في القناة الهضمية الميكروبيوم.